في البرمجية وتدخل فرقة الغطاسين للحماية المدنية، والعملية لا تزال متواصلة لحد الآن. ومعنا الآن عبر الهاتف مباشرة من الحماية المدنية، أهلا بك معنا السيد كريم بن فحصي، المكلف بالإعلام على مستوى الحماية المدنية بالمدية. أهلا بك معنا، هل من تفاصيل جديدة؟ تفضل تفضل. عفوا، تحية مسائية لك سيدتي، تحية مسائية للطاقم التقني العمل معك على شكرا مستوى لك. الاستوديو، تحية مسائية لكل المشاهدين الكرام عبر قناة النهار. فعلا مصانع الحماية المدنية سجلت في حدود الساعة الواحدة و31 دقيقة حالة تدخل لأجل إنقاذ جثة شخص مفقود جرفته مياه الواد بالمكان المسمى واد العمارية. العملية نعم جارية إلى هذا الآن من فرق متدخلة لكل من الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة العمارية، وكذلك الفرقة المتدخلة من الوحدة الثانوية لدائرة الروضية بغية انتشال جثة الشخص التي اختفيت، نعم أقول، في حدود الساعة الواحدة ونصف، وهذا بناء على طلب من طرف مصالح الدرك الوطني لذات المنطقة. طيب، هل تم انتشال الجثة؟ لا، لحد الآن ما زالت العملية لا العملية زالت جارية. متواصلة. طيب، نعم، العملية نذكر فقط جارية. أن مصالح الحماية المدنية كما نعلم رصدت مخططا لمراقبة حواف الوديان وأيضا تجمع القنوات، يعني كان هناك احتياطات من قبل من طرفكم. نعم بالفعل، هو ريثما تلقت مصالح الحمايه المدنيه من المركز الوطني للارصاد الجويه عن طريق المديريه العامه للحمايه المدنيه برقيه خاصه بتصفط كميه معتبره من الامطار، انطلقت تعليمات سيد مدير الحمايه المدنيه ولايه المديه قيد الانجاز وقيد التفعيل، وخاصه بخصوص حاله استنفار رقم واحد وهو الحجز الجزئي للاعوان بمختلف الرتب، وكذلك تسخير اعداد مادي وبشري مهم من اجل احتواء الوضع في هذه الظروف الاستثنائيه. نعم، شكرا جزيلا لك سيد كريم بن فحصي، المكلف بالإعلام على مستوى الحماية المدنية باللمدية. نذكر أن العملية لازالت متواصلة لحد الآن.